وفي تصريح خاص لمركز الأخبار، أبدى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أبدى رضاه التام عن الأداء العظيم الذي قام وما زال يؤديه فريق البحرين ميريدا منذ تشكيله عام 2017 وحتى الآن، من خلال خوضه لعدد من المنافسات العالمية التي شارك فيها، مبينا سموه في الوقت ذاته إلى أن الاستحقاقات القادمة تتطلب استعدادا تاما من قبل الفريق عبر تكثيف جولاته التدريبية التي من خلالها يحصد الذهب. الحمد لله على كل حال، تحولت أحلامنا إلى أرض الواقع، وهذا الفريق أنجز إنجاز عظيم في السنتين اللي طافت. احنا اليوم نتكلم في الموسم الثالث، موسم مختلف، موسم إن شاء الله يكون يعني ذو نتائج أكبر. ولو أن احنا كان عندنا حول 83 انتصار من شكلنا الفريق، وبحرين ميريدا من دول العالم هو المركز الخامس حسب التصنيف الأخير، فإحنا إن شاء الله ما راح نرضى أقل من هذا المركز، نبقى دائما في المقدمة ونبقى إن شاء الله بعد نطمح للأفضل. طبعا تعاقدنا مع لاعبين جدد، وعندنا بعد شركاء جدد في هذا الفريق، كلي ثقة إن شاء الله إنه راح يعطينا الدافع الأكبر والمستوى اللي إحنا نطمح له. أمامنا الآن إن شاء الله من هالأسبوع القادم طواف الإمارات، وثم إن شاء الله السباقات الدولية الأخرى. المؤشر اللي عطوني إياه الدراجين اللي عندي إن هذا الفريق إن شاء الله واعد وراح يؤدي المهمة والغرض، وأيضا الإداريين الموجودين كلهم ثقة في هذا الفريق، وراح تشوف إن شاء الله هالموسم هذا موسم مثير، وفيه إن شاء الله انتصارات جديدة وأكبر من إحنا حتى اللي حققناه في المواسم اللي طافت.